ولكن ما عمرنا دوزنا الحبس، ما عمرنا درنا شي حاجة، الحمد لله واصلين في دماغنا. ما شنو معنيت هاد الشيء هذا؟ انا ما فهمتوش هاد البدراوي، ما فهمتوش واش بشار ولا شنو، ما فهمتوش انايا ولا طلقهم علينا، ما فهمنا والو. الحوايج انا ديالي ها هما، الوريقات ديالي كاملين ها هما، ديال لاسينيسيس الوقيته ديال باش كان وقفني، والوقيته اللي كنت رجعت ها هما الوراق ديال لاسينيسيس، الشواهد الطبيه كلشي كاين. شنو بغيتي عندي البدراوي؟ هادشي اللي تنطلب انا، ماشي الحقره، شي حاجه اكثر من الحقره. راني دابا في اصلا دابا في نظرك واش انا حيره غير تنشم الهواء؟ راه النعاس ما تنعسوش، مالي الدار بغاو الدار ديالهم. في نظرك الا دخلت دابا ثلاثه الخبزات واش غادي يقدوا ولادي؟ سبعه د الوليدات امهم ثمانيه، انا تسعود ما قادش بالله. فاش انا كنت بداك الصالير وتنمشي حويطه حويطه، عاد دابا زاد حيد لك ديك اللقمه من فمك كاع. علاش؟ علاش؟ واش حنا يهود؟ راه حنا مسلمين. جيتي غادي تخدم سلاد، جيتي غادي تنقيها، ماشي غادي تجي غادي تنوض فيها البارازيت وغادي تمشي وتبقى هاني انت مع راسك. علاش؟ وزاد كملها، قال لك غادي شاد الدراجه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والله ياخذ الحق. شنو طلبك الاخير؟ انا الطلب الاخير تنطلب من السلطات الله يرحم ليهم الوالدين، السلطات المحليه ديال المدينه ديال سلا، كاع دوك الناس الكبار ديال المدينه ديال سلا يتدخلوا ويشوفوا لي. انا ما تنطلب الصداقه، انا تنطلب بغيت نرجع لخدمتي. هادشي اللي تنطلب. تعدى الناس سيد الله ياخذ فيه الحق. انا سرقي هشام من مدينه سالا، خدمت مع الشركه ديال فيوليا منذ 2008 في شهر 7، خدمنا المدة ديال 5 سنين وشي حاجة. سالات الكونترا ديال فيوليا، دخلات ميكومار، خدمات بروفيزوار المدة ديال 6 ديال الشهور، وموراها جات الشركة ديال أوزون. الشركة ديال أوزون دوزنا معاها ديك الأيامات في العذاب، مسائل مهم، الحقرة لا حقوق لا حتى شي حاجة، لا صبابط، ما خطاتش صرا، وطراني لابسها دابا وحشمان، والله العظيم إلا ما لابسها وحشمان بالله. المهم هاد الناس هادو تهكموا عنا بجميع ما كاين، بقى لهم غير الفراده اللي جبدوا علينا. وصلت واحد الوقيته كنت انايا طحت من الكاميو، وهذا الشيء راه ما كانش الا كانوا نيت، راه كانوا واحد الناس واحد كونترول ديال الجماعه كان حاضر، وكان حاضر شاف حتى هو من اداره ديال اوزون، كان خدام معنا حتى هو راه قديم. المهم الحمد لله طحت داك النار ما حسيتش بوالو. موراها بدات باش الناس يفهموك، يعني وقعت لك الوعكه صحيه في داخل الشركه ماشي برا الشركه؟ لا انا كنت مضرور في ركبتي، ما نطيحش يعني الباطن نقول لي كاين، يعني كانت ضربه قديمه ولكن مع الخدمه، قديمه غير مع الخدمه وديك القزم الكاميو وهادي 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 الى اخره. راه دوز 5 سنين و9 شهور غير لي تنخدمها ببطانه، والناس العالم تيعرفني انايا ماشي بلا فخمه على الله. المهم منين جات هاد الشركه هادي طرا هاد المشكل، ما طلبت لا اكسيدون طرافاي لا والو، نط وكملت الخدمه. لا بان غادي وانا طحت منه، طاح وتبعوني البيضاء في الشارع ديال البلاطو، ووقفت الحمد لله عادي بجهد الله. دازت واحد المده صافي وليت تنحس بشي حوايج، دوك الحوايج وقتاش بديت تنحس بهم هي في واحد النهار كانوا عطاوني ميزابي على 400 ريال عطاها السيد تنتسالها ليه، بقات من شي امانه واحد الشيفور ديالهم من هاد الاوباش اللي جاو دخلوهم هما مني جاو، مشى قال لهم راه السيد خدا 400 وقيله وما قسمش معايا ولا ما نعرف، ما عرفتش انا ديك القصه اللي دارو. جابوني خديت 4 ايام ميزابي، موراها خديت 4 ايام غادي، واش انسان غادي يخدم غادي يجمع الزبل بلا ماتيريال وديبو؟ راه ما يمكنش. ولقيت هذيك الساعه راه 6 ونص، هما تيقولوا لك بان الشاف داك الشيفور اللي معاك راه هو شاف عليك. انا راه ما يمكنش هو غادي ديمار يمشي بحالو وانا غادي نوقفو في الشانطي باش غادي. موراها ملي مشينا درنا محضر استماع ما حضروش معنا الشيفور اللي هو تيقولوا راه هو شاف علينا، خدينا غير حنا دوك الجوج القدام. موراها ملي طرا ليا المشكل بقيت تندفع شواهد طبيه ديالي كيف العاده، حتى واحد الساعه ما بقيتش تنسيني في الروجيستر. ما يمكنش لي انا غادي ندخل في نقاشات مع شركه
راه جروب اوزور ماشي غير شركه. ما يمكنش لي غادي نبدا نقول لهم لا خاصكم لا بد تعطيوني الكتاب. صافي كتولي واحد المسائل ديال الثقه. حتى كنتفاجئ واحد الوقيته بانني ما نسال ما نسول. جاي غادي نخدم عادي تنصيفط لهم الشواهد، دورات ليا الكتيبه قبل بيومين قالت لي هشام واش كدير لي كوبي؟ حيت الكتيبه ما عندهاش علاقه مع هادشي ديال الشواهد الطبيه، يقد يتصل بيا كاع الفرملي اللي تيكون في الاداره. قلت لها انا راه ما تنديرش لي كوبي. دازت 3 ايام بغيت نمشي كيف العاده، قالوا لي راك مطرود. بديت تندور دوز شي 48 ساعه وانا نهبط عند الانسبكتور ترافاي. الانسبكتور ترافاي هما الوراق نيت الورقه اللي كان عطاني هي كاينه غير هنايا، وبدا تيتصل بهم تيتصل بهم. واحد الوقيته تتجي غير الكتيبه، كان نورمالمون خاصو يجي المدير ديال الموارد البشريه هو اللي كان خاصو يجي. جات الكتيبه، الكتيبه داخله سخونه وتيقه في راسها وقالت بان هذا السيد راه ما كانش تيجوستيفي لابسونس ديالو. يعني انت هذه الكتيبه كنتي كتعطيها الوراق انك كنت انا كنت نعطيها الوراق كلشي. حنايا كنا في الشركه من تكون شي حاجه تيمشيو تيهضروا بلا ما نسميها. المهم من بعد وعاد غادي نبقى نسمي. صافي وصلت واحد الوقيته ملي دخلت هي قالت ليه هذا السيد راه ما تيعطي ما تيدفع لا سيرتيفيكا لا حتى شي حاجه، تيمشي تيجلس حتى لواحد الساعه وتيرجع عاوتاني يخدم. يعني نكراتك؟ اه نكراتني. وانا جبت لي كوبي، جبت لي كوبي قدام الانسبكتور قلت ليه هذا السيد راه كان اتصلت بيا هذه شي يومين فوالا شنو قالت ليا شنو قالت ليا شنو قالت ليا. دابا ها هما لي كوبي وانتوما غادي تحكموا. دازت موراها دخلوا النقابه. ملي دخلوا النقابه دخلوا عند السيد العامل ديال المدينه ديال سلا الله يجازيه بخير. كانوا جوج من الميكومار خدامين في حي شماعو مطرودين، وكان واحد تيخدم معانا في بطانه حسين مطرود وانايا. هذا يعني ماشي غير انت اللي وقع لك المشكل ديال الطرد، يعني كاين انت بعد من الاصدقاء اللي كاين واحد اخرين. هذا اللي جاي كان في الهضره اللي كان معانا في اوزون اللي تا هو طاردينو، طاردينو حيت دار اكسيدون ترافاي عطاوه قالوا ليه سير تنازل عليها، ما بغاش يتنازل عليها جراو عليه. يعني مني كي يعني مني كتمرض كي كتوقع لك شي حاجه كيجريو عليك؟ لا هادي ما نهضروش فيها، هادشي شي حاجه اللي الخروقات راه ما نقولش لك انايا، راه العالم تيعرف اوزون شنو تدير. يعني خصك تكون صحيح بخير صحتك ما كتهمهمش هما. لا شوفي راه يقدو يقبطو يبدا يسوسو انا يديا كامله كتقشر. علاش بدات كتقشر؟ ما كانوش يعطيونا لي ليغو، راه عارفه انت الزبل كله سم. انا واحد ليامات هنايا كان تيبدا يتقشر ليا، كاينين دراري اللي مرضوا بالحبوب، كان واحد اللي براتي ضربوا انا ما تعرفوش كاع شنو فيها. يعني كيدقوا لكم ابره ديال تيقول لك زعما تندقوا لكم هاد الابره باش تحميكم باش هادي، وشكون اللي عارف شنو كاين في ديك الابره؟ انا واحد ليامات راه واحد الوقيته شي 4 شهور وكتفي تيحرقني، ما عرفتش باش تنمشي لمولاي عبد الله تيدقوا لي الابره، تنخرج من مولاي عبد الله تدوز ربع ساعه تيبدا عاوتاني داك الصداع. وباش غادي ندوز راه 7 ديال المليمات على الله نتكافى غير مع القوت ومع الكرم. غادي يزيد هو هاد السيهم البدراوي غادي يوقفني انا. علاش جيتي لمدينه سلا؟ جيتي باش غادي تنقيها، ماشي باش تجري على عباد الله تشردهم وتدي انت ودير البوفوار وتدي الفلوس وتخوي مدينه سلا وتبقى جالس كتضحك مع راسك. ومن مدينه لمدينه عم الله شنو داير في مدينه واحد اخرين بلا الاضراب اللي كان طرا كانوا طراو فيه شي حوايج راه كانت غادي تنوض واحد القيامه راه لا حول ولا قوه. يعني اوزون راه كاينه في فروع المغرب كامل ما كايناش شاده ريزو شبكه شبكه هي. يعني انت واش سبق عندك شي مشكل مع البدراوي باش هو البدراوي؟ انا باقي تنعقل اول مره كانوا جاو خدامين داك النهار كنت في التخراج. داك النهار كان ديبار الدراري ما سالاو حتى شي الخمسه واقيلا وشي حاجه. لا غد ليه كانت عندي انا الخدمه غادي نخدم في الكاميو. وصلت الوقيته ديالنا كنا تنساليو مع الربعه وقسمين خاصني نسالي. الوقيته اللي حبست مع الربعه وقسمين قال لي علاش تدي الصاك ديالك؟ قلت ليه الوقيته ديالي سالات، واش تعطيني ريكوبيراسيون؟ جايبين واحد الشيفان من فاس باش هما اللي غادي يديريجيو سلا. مع العلم بان الدراري اللي خدامين في النظافه ديال سلا يمكن لهم يخدموا بلا شيفان، عطيهم غير الكاميو راه هما عارفين التراجي ديالو. المهم وصلت قلت ليه تعطيني ريكوبيراسيون؟ قال لك ما نعطيكش ريكوبيراسيون، هزيت الصاك ديالي تحركت. حنا كنا تقريبا شي 15 ولا 16 لواحد ولينا ديك المغضوبي عليهم. تيقول لك غادي تجي وغادي تجلس في البارك، ما تخرج ما تخدم تتسالي الوقيته ديالك وسير بحالك. بقاو تيقلبوا تلقاو الحل وشنو هو. الوقيته ديال الصيف غنبقى نجيبوهم مع 12 12 ونص يبقاو خدامين حتى تمشي الشمس. ما هما مصحاب النهار ما هما مصحاب الليل. يعني تكرفصوا عليكم بهذا المعنى؟ تكرفصوا. واي حاجه شتي داكشي ديال الاعمال الشاقه تيعطيوك حجر
حيت دخلوا الكراب و تيعطيوك الرمله تيقول لك ضربه بقدر في الباله والسوزاره واقفين عليك داكشي. هذا الشيء راه في اطار الخدمه حيت فيوليا ما كانش هذا الشيء، ما كانوش عاطين الكرافا، ما كانوش عاطين داكشي ديال الطراب، ولكن ملي جاو هما كانوا شدوا هذا الشيء ديال الكرافا والاعمال الشاقه غادي يديوك انت بقى يضربوا بك الباله حتى لقيتها تطيب. انا بلقيتها اللي شدوا معايا الزكير، انا ساكن في حي الرحمه بالامكان ديالي راه كنت خدام غير في تمشي تم بوانتي في حي السلام مع الوحده، بقيت شاد داك الوقت شدوني قالوا لي غادي تولي 6 د الصباح تلقاك في سلاج جديده، ومن حي الرحمه في نظر كاين شي ترونسبور من هنا لسلاج جديده، ما كاينش ترونسبور تنشدها تنخرج من الدار مع 4 ديال الصباح وعارفين اني مريض بركبتي، وليت من تنكون غادي للخدمه ما تنقولش انا غادي للخدمه تنقول انا خارج فوتينغ غادي نجري ماراطون باش نجيبها مع 6 د الصباح تما، وهذا الشيء اللي كاين افت. انا دابا تنطلب من العامل ديال المدينه ديال سلا الله يجازيه بخير الله يرحم ليه الوالدين، راه حيت دقيت كاع البيبان الشركه ديال ميكومار تتقول لينا تتقول ليا جيب لينا غير شي ورقه من عند العامل ديال مدينه سلا وغادي يردوك، حنا مهربانين لك من حتى شي حاجه، وعاش الملك الله ينصر سيدنا. راه هاد الظلم ما بغاه لا ربي لا عبدو. انا سبعه د الوليدات شنو غادي ندير لهم باش غادي نقرب لهم؟ باش على ذكر سبعه الوليدات كيفاش كدير مع هاد الغلاء الاسعار؟ والذكر ديال الوليدات غادي نقول لك راه بعض المرات ما تيكون ما تيلقاوش الفطور يقدو ما يتغداوش. هاد الشيء دابا تقريبا راه ولا ولادي مولفين وولفوا الصيام قبل لوقيته. علاش هاد الظلم هذا؟ انا ما خلينا من صغرنا ما كنا ما عمرنا دوزنا الحبس، ما عمرنا درنا شي حاجه، الحمد لله واصلين في دماغنا. ما شنو معنيت هاد الشيء هذا؟ انا ما فهمتوش هاد البدراوي، ما فهمتوش واش بشر ولا شنو، ما فهمتوش انايا ولا طلقهم علينا ما فهمنا والو. ها الحوايج انا ديالي ها هما الوريقات ديالي كاملين ها هما ديال لاسينيسيس الوقيته ديال باش كنوقفني والوقيته اللي كنترجعت ها هما الوراق ديال لاسينيسيس الشواهد الطبيه كلشي كاين. شنو بغيتي عندي البدراوي؟ هادشي اللي تنطلب انا ماشي الحقره شي حاجه اكثر من الحقره. راني دابا اصلا دابا في نظرك واش انا حي؟ راه غير تنشم الهواء، راه النعاس ما تنعسوش، مالين الدار بغاو الدار ديالهم. في نظر كي راه دخلت دابا ثلاثه الخبزات واش غادي يقدوا ولادي سبعه د الوليدات مهم ثمانيه انا تسعود ما قاداش فضل فاش انا كنت بداك الصالير وتنمشي حويطه حويطه عاد دابا زاد حيد لك ديك اللقمه من فمك كاع. علاش علاش واش حنا يهود؟ راه حنا مسلمين، جيتي غادي تخدم سلاد جيتي غادي تنقيها ماشي غادي تجي غادي تنوض فيها البارازيت وغادي تمشي وتبقى هاني انت مع راسك. علاش وزاد كملها قال لك غادي شاد الدراجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله ياخذ الحق. شنو طلبك الاخير؟ انا الطلب الاخير تنطلب من السلطات الله يرحم ليهم الوالدين، السلطات المحليه ديال المدينه ديال سلا كاع دوك الناس الكبار ديال المدينه ديال سلا يتدخلوا ويشوفوا لي. انا ما تنطلب الصداقه، انا تنطلب بغيت نرجع لخدمتي هادشي اللي تنطلب. حول تعدى عنا هاد السيد الله ياخذ فيه الحق.